السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. احنا في شابتر 4، طبعا بعد امتحان الميد تيرم. عنوان شابتر 4 بيتكلم income statement and related information. في هذا الشابتر هنتكلم على مكونات income statement، هنتعرف على حاجة اسمها single step income statement، قائمة الدخل ذات الخطوة او المرحلة الواحدة. هنتكلم على حاجة اسمها multiple steps income statement، قائمة الدخل ذات المراحل. أيضا في عندنا special أو special issues أو زي ما بقول هو عنها related information. related information and income statement هنتعرف على حاجة اسمها unusual gain or loss، هنتكلم على حاجة اسمها discontinued operations، وفي عندنا بنود أخرى إن شاء الله زي minority interest والأشياء التانية، هذه هنشوفها تبعا. فكأنه التركيز تبعنا في هذا الشابتر على الانكم ستيتمنت والريليتد انفورميشن اللي خاصة بالانكم ستيتمنت. طبعا هدول الليرنج اوبجيكتيفز، اختصار على الوقت نضيعهم. طبعا هدول بريفيو اوف تشابتر، يعني عرض لمكونات الشابتر، لكن احنا هنخش على الشابتر مباشرة. طبعا هتكلم عن الليرنج اوبجيكتيف رقم واحد اللي هو identify the uses and limitations of an income statement. بدنا نتكلم على uses، استخدامات ومحدودية استخدام قائمة الدخل. طبعا usefulness، الفوائد أو المنافع اللي بتقدم لنا إياها القائمة هذه، بتقدم لنا ثلاث مهام مهمة جدا. أهمها قال evaluate past performance of the company، تقييم الأداء السابق للشركة. والمقصود بالسابق عن السنة اللي فاتت أو الفترة المالية السابقة اللي بنعد القائمة في نهايتها، فهي كأنها بتعطي لي حاجة اسمها evaluate past performance. الحاجة الثانية provide a basis، أعطيني أساس for predicting future performance، بتساعدني أو بتقدم لي أساس للتنبؤ بالأداء المستقبل للشركة. كيف؟ من خلال زي ما انتم عارفين الخاصية اللي حكينا عليها في شابتر 2 اللي هي الكواليتيتيف كاركترستكس، اللي هي من خلال حاجة اسمها الكومبيرابيليتي، القابلية للمقارنة. طبعا إذا بلاقي أنا في عام، فرضا عام 18 عندي أرباح 10,000، في عام 19 عندي 12,000، في عام 20 في عندي 14,000، بتوقع في عام 2020. طبعا هذا بمفهوم بسيط جدا بدون استخدام الفاينانشال ريشوز والترندز اناليسيس والهوريزونتال والفيرتيكال، بس انا قاعد بتكلم على حاجات بسيطه. خلينا نتكلم على حاجه اسمها ترند اناليسيس. فكانه هذه القائمه بتساعدني، بتقدم لي معلومتين مهمين، تقييم اداء الماضي وتقديم معلومات للمستقبل. عشان وهدول على فكره احد الخواص الرئيسيه اللي حكينا عليها في الريليفانس اذا بتتذكروا، احد الفاندمنتال كواليتيز في شابتر 2 إذا بتتذكروا، في أحد الفاندمنتال كواليتيز اللي هي الصفات الأساسية للمعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها، كان في عندنا خاصيتين. الخاصية الأولى حاجة اسمها confirmatory يعني value، في عندنا حاجة اسمها predictive value. الconfirmatory اللي هي الأولانية، والثانية اللي هي provide basis، هذه عبارة عن predictive value اللي هي بسميها قيمة تنبؤية، أنها بتساعد القائمة في التنبؤ بالأرباح للعام القادم. زي ما قلت هي ليش بتساعد؟ لما بتساعد لأنه محتاجين نستخدم معها أدوات تحليل أخرى عشان نتنبأ بالفيوتشر بيرفورمانس. الحاجة الثانية أو الثالثة بنتكلم على help assess، وهذه يمكن أهم حاجة، help assess the risk. لاحظوا هنا في الأولانية قال evaluate، في الثانية قال provide، بس الثالثة بتساعد. ليش؟ لأنه هي لحالها ما بتقدم المعلومات، في معنا قائمة تانية بتساعد معها اسمها كاشف لوز ستيتمنت، وزي ما حنشوفها إن شاء الله في متوسطة 2. عشان كده لاحظوا في الأولانية هي بتقيم وبتقدم، لكن في الثالثة بيقول هيلب أسيس، بتساعد في تقدير حجم الريسك والأنسرتينيتي، ظروف عدم التأكد of achieving future cash flows، إنه إحنا نتنبأ ودرجة مخاطر تحقق اللي هي التدفقات النقدية المستقبلية. قلت ليش هو قال help، ما قالش assess the risk، إنه مخاطر وظروف عدم التأكد في تحقق التدفقات النقدية المستقبلية، لأنه هي محتاجة معها قائمة تانية صراحة مكملة إليها هي اسمها statement of cash
فلوس. طب كل الأشياء هذه الحلوة بتقدمها الإنكم ستيتمنت، بس هل هناك محددات لاستخدام القائمة؟ هل في يعني قيود تمنع القائمة هذه عن إنها تعطينا كل المنافع اللي حكينا عليها توي؟ قال في أنا مجموعة من limitations من المحددات أو القيود. قال أولاً companies omit items that cannot measure reliability. هذه القائمة ما بتتضمنش يعني بنود صراحة صعب قياسها بموضوعية، أهمها إذا بدكم الـ customer satisfaction، قديش رضا الموظفين أو رضا الزبائن، قديش قيمتها فلوس، يعني هذا بالنسبة لنا دخل. طبعا هذه القائمة ما بتقيسها. هناك برضو بعض الأصول يلي بيترتب عليها impairment الـ intangibles، برضو قياسها صراحة صعب جدا، عشان كده في بنود إحنا بنسقطها من القائمة هذه بالرغم إنه هي بتأثر على نتيجة أعمال الشركة. يبقى في بنود لا تدخل في القائمة هذا، بيخلي القائمة هذه شوية مش مفيدة، يعني بيقلل من الـ usefulness تبع القائمة هذه. الحاجة الثانية income is affected by the accounting methods employed، إنه قياس الدخل بيتأثر بالسياسات المحاسبية والطرق المحاسبية المستخدمة. يعني أنا أستخدم straight line method غير ما أستخدم double decline method، إن أستخدم FIFO غير ما أستخدم LIFO، إن أستخدم الأكرول بيزز من الكاش بيزز، إن أستخدم إذا بدكم الـ estimated liability متروك فيها الـ estimated future liability متروك فيها هنا التقدير الشخصي للمحاسبين، إنه هل هي probable هل هي measurable زي ما حنشوف إن شاء الله في متوسطة 2. الحاجة الثالثة في limitations income measurement involves judgment، عمال بحكي فيها إنه قياس الدخل بيتضمن تقديرات شخصية. إيش يعني تقديرات شخصية؟ إنه والله إحنا شوف علي الـ allowance for doubtful debt، إحنا بنتوقع إن شاء الله يعني تقريبا إنه الديون المشكوك فيها واللي هتعدم السنة الجاية حوالي 5%. هذه اسمها personal judgment، يعني تقدير شخصي، لأنه ممكن يكون 5، ممكن يكون 7، ممكن يكون 9، ممكن يكون 1%. فكأنه هذه القائمة، نتيجة القائمة هذه بتتأثر بالتقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية اللي بيستخدمها المحاسبين عند إعداد القائمة. طبعا هنا في الجزئية هذه القائمة هذه يعني لأن هي أداة قياس الـ earnings، هي أداة قياس الإيرادات بتاعت الشركة أو الـ net income زي ما بدكم، فعشان كده في عنوان كبير دايما بيكون مطروح اسمه equality of earnings. هنا quality of earnings يعني جودة قياس الإيرادات، طبعا هو مفيش كلمة قياس بس هي المقصود فيها كهذا كترمونولوجي كاصطلاح اسمها quality of earnings، يعني ايه جودة قياس الإيرادات. ايش يعني معنى جودة قياس الإيرادات؟ جودة قياس الإيرادات انه مرتبطة بان انا بستخدم سياسات، هذه السياسات فيها بيسموها نيوترال، هي دي ما بتخدمش فئة الحساب، فئة نمرة 2 انه انا ما بضطرش استخدم او اغير في السياسات عشان اضبط الارباح او الايرادات تبعتي على كيفي. لاحظوا هنا الاستخدام للسياسات والطرق المحاسبية ليس عملا غير قانونيا، ولكن احنا بنختار السياسات اللي بتخدم مصلحتنا. يعني احنا بدنا نقلل في الارباح يبقى انا بستخدم لايفو، طب بدي ازود الارباح انا بستخدم فايفو. لاحظوا فايفو ولايفو سياسات يعني جاب ميثودز، يعني هذه عباره عن يعني طرق محاسبيه تتوافق مع الجاب، ولكن انا بختارهم، انا بقرر وقتش اختار الطريقه هذه اللي في الوقت اللي انا محتاج ازود ارباح او انقص ارباح، لان هذه العمليه بتقلل من جوده الايرادات. هذا المقصود بكلمه كواليتي اوف ايرنينجز. فهو ايش بيقول؟ تعال نشوف نمر عليها بسرعه الجمله هذه. وال companies have incentives، الشركات في عندها دائما دافعيه او دوافع to manage income، انها تعمل يعني اداره للارباح، to meet or beat Wall Street expectations عشان تحقق او تغلب التوقعات بتاعت وول ستريت. وول ستريت اللي هي سوق الاوراق الماليه، اللي هي سوق يعني تداول الاسهم والسندات بتاعت الشركات. عشان كده so that market price of stock increases، عشان كده مرات بيضطروا يضخموا بالارباح. لاحظوا التضخيم هنا، بتكلمش عن تضخيم غير قانوني، بتكلم سياسات بستخدمها عشان
ازود الارباح. طبعا اذا زادت الارباح شيء طبيعي سعر السهم تبعنا او الماركت برايس اوف ستوك حيزيد. الحاجه الثانيه انه مرات الاداره محتاجه انها تزود الارباح، مش بس عشان سعر السهم تبعنا يزيد في السوق، كمان عشان الـ Value of Management Stock Compensation Packages، إنه عشان يزيد نصيب الإدارة من التعويضات في صورة أسهم أو في قيمة التعويضات اللي بيحصل عليها، سواء كانت تعويضات أسهم أو تعويضات نقدية. ليش؟ لأنه مرات في إن إحنا بيكون حاجة اسمها Compensation Packages، بسموها يعني حزم التعويضات اللي تمنح للإدارة اللي بتدير الشركة. ايش بنقول له؟ بنقول له اسمع، لك راتب عندنا كل شهر 1000 دولار، ولك 5% من ارباح الشركة، لان هو معني ال 1000 دولار خلاص ضمنها. لكن المشكلة الان كيف يزود ال 5% تبعته من الارباح؟ كان لازم يضخم الارباح. طب كيف يضخمها؟ تعال نستخدم طرق محاسبية. يعني ليش نستخدم فايفو يا اخي؟ ما نحول على فايفو، فايفو بعطينا ارباح كبيرة في الاجل القريب وارباح اقل في العكس. ولكن لو استخدمت لايفو بيعطيني ارباح قليله الان وارباح طويله كبيره في المستقبل. عشان كده هذه الايرننج مانجمنت او بسموها اداره الايرادات كثير بيستخدموها المانجمنت بتاعت الشركات عشان يزودوا الكومبنسيشن باكجز اللي هي حزم التعويضات اللي بيحصلوا عليها. فهنا اخر حاجه بيحكي بيقول لك كواليتي اوف ايرننجز از ريديوسد، وقت ايش بتنخفض يعني اداره جوده الارباح. If earnings management results، إذا كانت نتائج الإدارة تحت هذا الإيرادات information that is less useful for predicting future earnings and cash flows. فبقول القاعدة بتاعتنا المهمة، إذا بدك تعمل إدارة للإيرادات كإدارة للشركة، وقتيش بنقول إنه هذه الإدارة صارت مش كويسة؟ إذا كان نتيجتها إنها بتصير أقل المعلومات اللي بيقدم لي إياها، إحنا قلنا بيغير في السياسات والطرق المحاسبية للـ accounting methods والـ accounting policies. قال إذا بيغير فيهم التغيير هترتب عليه إنه صارت المعلومات less useful، يعني أقل فائدة للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية للشركة وبالتدفقات النقدية المستقبلية بتاعتها، لأن تصبح هذه الـ quality of earnings صارت يعني تأثيرها سلبي وجودة قياس الإيرادات تصبح أقل. ليش؟ لأنه صارت المعلومات بتفيدنيش كثير للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية والتدفقات النقدية المستقبلية. الآن الـ Learning Objective رقم 2 بقول Describe the content and format of the income statement. تعال نتكلم، بقول هنا بدنا نعمل وصف أو نوصف المحتوى والشكل تبع قائمة الدخل. طبعا قائمة الدخل مش أول مرة بناخدها، إحنا خدناها بمحاسبة 1 و2، لكن هنا بحنمر عليها يعني in details أكثر. طبعا elements of the income statement، مكونات أو عناصر قائمة الدخل. طبعا أنتم عارفين قائمة الدخل مكونات الأساسية عنوانين أساسيين، عنوانين زائد واحد اللي هي revenues والexpenses والفرق بينهم net income أو net loss. فهنا بتكلم على العنصر الأولاني فيها، طبعا بحكي الـ basic income statement، لكن لقدام هنشوف فيه عندنا الجزء الثاني بعد اللي بسموه الـ income from operations اللي هي الدخل من التشغيل. ففي الآن بنتكلم عن الجزء الفوقاني اللي هو الرئيسي، هو الـ basic income statement elements. فبقول لنا revenues اللي هو ايش هي الإيرادات؟ هي عبارة عن inflows or other enhancements، هي عبارة عن تدفقات داخلة أو تحسينات على الأصول. إيش يعني enhancements of assets؟ يعني زيادة في الأصول. فمن وين تيجي زيادة في الأصول؟ إنه إحنا حصلنا أكتر أو بعنا فالذمم المدينة تبعتي زادت، أو شرينا استثمارات، فكأنه أي زيادة في الأصول بتمثل revenues of an entity or settlement. لاحظوا، إما زيادة في أصول أو في نقص settlement of its liability. إذا كان ما زادتش الأصول بس نقصت الالتزامات اللي عليا، فكأنه في أرباح. من وين جت الأرباح؟ بقول لأنه أنتم عارفين إيش قيمة الشركة، اللي هو عبارة عن الأسيتس ناقص الليبيليتيز، فالإيكويتي هذه عبارة عن حقوق. الحقوق هذه إذا زادت يعني معناتها إحنا ربحنا، طب وإذا الحقوق هذه نقصت يعني إحنا خسرنا.
تمام؟ يبقى معنى الكلام ده معنى كالآتي، كأنه لما بيحكي على الإيرادات، الإيرادات هي عبارة عن إما تدفقات نقدية فلوس داخلة أو زيادة في الأصول أو نقص settlement of its liability during a period. طبعا من وين جاي الزيادة في الأصول أو نقص التزامات؟ جاي من خلال delivering or producing goods، من خلال تسليم أو إنتاج بضاعة أو تقديم خدمات rendering services or other activities. هذه النقطة المهمة، إنه إما تسليم او انتاج او تقديم خدمات، بس لازم يكون هذا الشيء جاي او other activities that constitute، هذا اللي جاي لازم يمثل او يجي من مصدر اساسي اللي هو the entity's ongoing major or central operation، لازم يجي من النشاط الاساسي المستمر للشركه. طب واذا كان مش مستمر، يعني مثلا بعنا سياره، هل بيع السياره هذا عمل مستمر؟ هذا لا يعتبر revenue، زي ما هنشوف عندنا كمان شوية، هذا يعتبر gain. ففي فرق بين الجينز اللي هو جاي من أنشطة تشغيلية مرتبطة بالكور بسموه أو السنترال أوبريشنز اللي هو النشاط الأساسي، أو بسموه الأونجوينج ميجر أوبريشن أو النشاط الأساسي المستمر الرئيسي المستمر. طبعا أعطينا أمثلة، أهمها السيلز ريفينيو، الفيز ريفينيو، انترست ريفينيو، ديفيدنس ريفينيو، أند رنت ريفينيو. هذول كلهم عبارة عن revenues. الآن في المقابل الجانب الثاني في القائمة اللي هو عبارة عن expenses اللي هي المصروفات. تنسوش القائمة، قلنا revenues ناقص expenses بعطي net income أو net loss. هنا كنا لو أخذتوا بالك وقلنا revenues هي inflows، وزيادة في أصول أو نقص التزامات، لكن المصروفات عكسها تماما، outflows وأذر يوزنج أب، استخدام لأصول يعني نقص يطلع على الأصول، أور إنكرنس أوف أو زيادة في لايبيليتي. إنكرنس أوف لايبيليتي يعني أو حدوث التزامات، يعني زيادة على الالتزامات الموجودة عندنا. During a period of during a period of time from delivering، لاحظوا نفس الكلام delivering or producing goods، برضه نتكلم هنا delivering or producing goods or rendering services، بس هناك كانت زيادة في الأصول أو النقص التزامات المرتبطة بالنشاط الأساسي. هنا النقص الأصول والزيادة في التزامات برضو المرتبط بالنشاط الأساسي، فكأن الريفينز والإكسبنسز لازم يكونوا التنين مرتبطين بالنشاط الأساسي، عشان كده that constitute the entity's ongoing major or central operation. طبعا نعطينا أمثلة، cost of goods sold تكلفة بضاعة مباعة، depreciation الاستهلاك، rent expense، interest expense، salaries and wages expense، و taxes expense. لاحظوا كل ما دول، لاحظوا هنا في rent expense بس هنا كنا حكينا عنها rent revenue، هنا interest revenue هنا اسمها interest expense، فكأنه في فائدة مدينة أنا بدفعها وفي فائدة دائنة أنا بحصلها. طبعا طب إذا كان في inflows و outflows ولكن مش مرتبط بالcentral operation، يعني هدول ساعتها اسمهم gains or losses، ما عادش اسمهم revenues and expenses. يبقى ال gains or losses هي عبارة عن إذا بدكم بين قوسين نقول revenues و expenses ولكن مش مرتبطين بال central operation أو ال ongoing operation تبعت الشركة أو ال major operation تبعت الشركة. ساعتها بنسميهم مش revenues ولا بنسميهم expenses، بنقول عنهم gains or losses، وهذه عبارة عن أرباح، بنقول عنها مكاسب، مكاسب أو خسائر مش مرتبطة أو مش متأتية من النشاط الأساسي للشركة. وضربت لكم مثال، لما احنا بنبيع سيارة، لما بنبيع آلة، لما بنبيع استثمارات أسهم ولا سندات، تمام، كل هذه مش احنا مش كل يوم بنبيع سيارات، احنا مش فاتحين إلا إذا كنا طبعا شركة بيع سيارات، بيع السيارات صارت إيرادات، تمام. لكن إذا بعنا السيارة تستخدم في نفس الشركة لأغراض تسيير العمل، هذه صارت أصل، لما نبيعه بصير اسمه gain أو loss طبعا حسب كيف بعنا. طبعا gains هو increases والlosses decreases. في الإيكويتي اللي هي يعني قصده net assets اللي هي الفرق بين الأصول والالتزامات اللي هي الأسس ناقص الليابيليتيز. from خدوا بالكم هنا peripheral or incidental، peripheral or incidental transactions يعني عمليات حادثة طارئة ليست متكررة. of an entity except though that results from revenues، طبعا ما عدا الأشياء الناتجة من الإيرادات والinvestments by owners، طبعا لأنه إذا كانت الإيرادات صارت revenues when or investments by owners صارت investments.
يبقى اي زياده في الايكوتي مش جايه من ايرادات اللي هي تعتبر ريفينيوز، ولا جايه من زياده في راس المال، يبقى هذه اسمها جينز. اي زياده جايه بقول مش من ايرادات ولا من زياده في استثمارات المالكين، يبقى هذا يعتبر جينز، لانه زياده في راس المال لا يعتبر جينز، والايرادات الجايه من التشغيل هذا مش جينز، هذا اسمه ريفينيوز. طبعا عكسها تماما، هنا لاحظوا ديكريز ان ايكويتي، هنا انكريز ان ايكويتي، فروم برضه بيرفيرال او انسيدنتال ترانزاكشنز. طبعا ذات ريزلتس فروم نفس الكلام، بس هنا كان ريزلتس فروم ريفينيوز، هنا ريزلتس فروم، لانه هنا بتكلم على لوسز، بتكلم على اكسبنسز اور ديستريبيوشن تو اونرز. لاحظوا هنا لما المستثمرين بيحطوا مصاري ما بنقولش عنها جينز، هذه زياده في راس المال. ولما المستثمرين بيسحبوا فلوس اللي بنقول عنهم الديفيدنس اللي هم ديستريبيوشنز، ساعتها تخفيض للايكوتي هذه، بس تخفيض الايكوتي لا يعتبر لوس. عشان كده بقول هنا وين كلمه نوت 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 هنا هنا اوفر انتيتي اكسبت ذوز ذات، يعني انه هذول لا يعتبروا لوسز، فالمصاريف ليست لوس، وسحب المالكين لجزء من ارباحهم او راس مالهم لا يعتبر لوس. هي المقصود بكلمه ديستريبيوشن تو اونرز. طبعا اخر حاجه gains and losses results from the sale of investments، او حكيت هذول بينتجوا اما بيع استثمار، استثمار ايش يعني؟ بعنا ارض كنا شاريينها وفكرنا نبيعها او حاطينها كاستثمار حد يغير سعرها، او بعنا الات سيارات او settlement او عملنا تسويه لدين، كان عندنا دين فرضا ب 100,000 دولار، قلنا لصاحب الدين ايش رايك تاخذ لك التامين وتمشي، ال 20,000 هذول بالنسبه لنا gain، لانه هو رضي في مقابل يتنازل عن جزء من حقه، وهذا بالنسبه لنا مكسب او مكاسب. الرايت اوفز اوف اسيتس ديو تو امبيرمنت، او اي يعني تخفيضات على الاصول نتيجه تناقصها، زي ما حنشوف ان شاء الله في متوسط اثنين على البضاعه، اذا في بضاعه عندي انا شريتها ب 100,000 وقيمتها اليوم في السوق 60,000، ليش تظهر اصلا ب 100,000؟ فلازم ننزلها من 100 ل 60، لانه قيمتها السوقيه اقل من قيمتها الدفتريه، فهذه العمليه بنقول عنها ايش؟ رايت اوف. ناتج عن ايش؟ ناتج على عن حاجه اسمها impairments or casualty. ايش casualty؟ يعني خلينا في المثال تبع الملابس مثلا والاصول والمخزون، يعني هذا يعني نتيجه تغير في الفاشن او يعني في الموديل او في وبالتالي هذا او نتيجه حريق او سرقه او الى اخره. الان وصلنا عند جزئيه اسمها اللي هي بتكلم على الفورم، هو بتكلم عن الفورم اللي هو شكل قائمة الدخل. طبعا في الشكل فوق لو اخذتوا بالكم بتكلم على intermediate components of income statement، يعني المكونات المرحلية. ايش يعني المرحلية؟ يعني المراحل اللي بيتم فيها قياس الدخل في القائمة هذه، لانه في multiple step income statement بنقول عنها قائمة الدخل ذات المراحل، انه بتقيس الدخل على ثلاث مراحل، زي ما حنشوف ان شاء الله لما نخش في تفاصيل القائمة ايه هذه. خلينا نشوف حجم الفيديو الأول وبعدين نشوف هل نكمل هنا ولا نقف ونعمل فيديو ثاني عشان ما يكونش الفيديو طويل ويعني ممل.